انت متوقع الاهلي ياخد برونز الكاس العالم للانديه؟ والله في الظروف اللي هو كان فيها دي لا، يعني الظروف اللي هي بصراحه ظروف السفر، اللعيبه في المنتخبات بتاعتها واللعيبه اللي ما كانتش بتلعب يعتبر في النادي الاهلي او الصف الاول بتاع النادي الاهلي. بس بصراحه اول مباراه كانوا هايلين، عملوا ماتش هايل قدام مونتيري المكسيكي، عمل ماتش هايل ودرس الماتش كويس موسيماني، وقدر يدرس نقاط القوه والضعف بتاعت مونتيري واشتغل عليها وقدر يكسب. ماتش بالميراس حسيت ان الاهلي يعني احترم بالميراس زياده عن اللزوم، يعني زرع لزوم، اداله وقت كبير قوي 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 جوه الملعب. برضه مش سهل، هو تعب تشيلسي بالفاينل ماشي، بس كان الاهلي ممكن يعمل حاجه احسن من كده في وجهه نظري على الاقل كاداء. لا كان ممكن يوصل النهائي يعني في الفتره، يعني انت السنه اللي فاتت وقع مع بايرن ميونخ وكسبت بالميراس في البرونز بالظبط. لا وقعت مع بايرن ميونخ في الماتش كان صعب، فانت جالك حظك اللي انت دخلت في مونتيري بعد كده بالميراس انت كسبانه السنه اللي فاتت ويعتبر فريق في المتناول، يعني ممكن ند مع الاهلي. لكن الاهلي يعني حسيت ان هو يعني احترمه زياده عن اللزوم، خاف شويه لكن ما قدرش في الاخر يرجع ويقدر يحرز، كان ممكن يحرز هدف ويجيب التعادل، لكن في الاخر ما قدرش، ما مشاش الماتش زي ما هو عاوز. بالعكس بالميراس هو اللي مشى الماتش زي ما هو عاوز ودخل بقى في ماتش الهلال. انا كنت شايف ان الهلال بقى العكس، ما احترمش الاهلي، يعني نزل ما احترمش الاهلي اول ربع ساعه الاهلي مدربه يعني قال كده على فكره بعد الماتش. يعني حتى اي حد يتخيل موسيماني عمره ما يعمل ضغط عالي على الهلال، يعني اي حد يتخيل موسيماني. وخلي بالك الاهلي كان عنده يوم واحد ازيد للتحضير، انت الهلال لعب الخميس تقريبا، لعب الاربع، خد خميس جمعه، لعب سبت، لعب سبت صح. الاهلي لعب قبلها بيوم، احنا كنا لاعبين قبلهم بيوم. فده برضو جزء برضو ان ادى النادي الاهلي فرق التحضير، فرق التحضير والقوه البدنيه والكلام ده كله. كان اول بس انا حسيت ان الهلال يعني الاهلي نازل عاوز يجيب جون وعاوز يخلص الماتش بدري ويعمل عمل ضغط عالي، وده كان ميزه عملها. لكن الهلال برضو بدا البطوله كسبان الجزيره 6 في ارضه، لا ولعب شوط تاني لعب مع تشيلسي، عامل ماتش عالي جدا، الشوط التاني بالذات عامل شوط مثالي، خسران 1-0. انا بقول لك هو تحس ان هو نازل عارف ان هو هيكسب. فطرد قبل الطرد كمان اول بصعب بصراحه الاهلي عملها يعني نموذجيه. الضغط العالي ده كمان ما كانش حد، يعني موسيماني لو انت بتفكر عمر موسيماني ما يعمل ضغط عالي على الهلال، وده يمكن فاجئ الهلال ما عادش عارف يطلع من وسط ملعبه. الاهلي ضغط كبير جدا شرس، صدمهم بالظبط. مع برضو برضو الطرد ساعد بعد كده بقى. يعني انت بتيجي تحل الكوره في الاخر مش هتحل بعد الطرد الثاني، الموضوع الثاني بعد الطرد الثاني ده انتهى. كان ممكن الاهلي كمان يطلع بنتيجه تاريخيه، فرص كتير نتيجه تاريخيه، لكن في الاخر بالظروف اللي الاهلي كان فيها دي ما كانش حد يتوقع ان الاهلي يوصل.